حياكم الله من جديد مشاهدينا، وتحية أيضا لكل من انضم إلينا ويتابعنا الآن عبر تلفزيون سلطنة عمان. سننتقل مباشرة إلى محافظة ظفار للحديث أكثر عن حملة التحصين ضد كوفيد-19 لموظفي المؤسسات الحكومية ومستحقي أيضا الجرعة الثانية مع الزميل حسين جعبوب. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا حسين. حسين أعتقد ما يسمعني بوضوح. حسين إذا كنت تسمعني فأنت الآن على الهواء. نعم، ألو. نعم، تفضل حسين. نعم، تفضل. إذا أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعونا في برنامج قهوة الصباح. وقفتنا راح تكون اليوم بإذن الله من محافظة ظفار، تحديدا في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، للحديث حول الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كوفيد-19 على مستوى المحافظة، بصحبة الدكتور سالم بن سعيد هباش الكثيري مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض. صباح الخير دكتور، سعيدين بوجودك معنا. صباح الخير، وانا اسعد الله صباحكم ان شاء الله يا رب العالمين في هذا اليوم. دكتور، الحمله الوطنيه نعلم بانها يعني انطلقت في اواخر شهر ديسمبر من العام الماضي ولاقت اقبال كبير على مستوى السلطنه بشكل عام. دعنا نضع المشاهد في صوره، نتحدث عن على مستوى محافظه ظفار المراكز التي اخترتموها لتكون مراكز للتحصين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اود قبل يعني في بادئ ذي بدء يعني أن أشيد وأن أشكر بالفعل تلفزيون سلطنة عمان على كل هذه الجهود الحثيثة التي واكبت هذه الحملة منذ بدايتها وحتى الآن، وعلى نشرهم لمظلة التوعية من خلال مواكبتهم لهذا الحدث في مختلف رجال السلطنة. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالوضع الحالي أو بالمرحلة الحالية للتحصين ضد مرض كوفيد-19، هذه تكاد تكون هي المرحلة الثالثة، قد سبقتها مراحل. استهدفت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ذوي الأمراض المزمنة والمسنين، من يعني الذين سنهم تتجاوز 65 سنة فما فوق، ثم الذين سنهم 50-60 سنة ويعانوا أيضا من أمراض مزمنة كأمراض رئوية أو فشل كلوي أو ما شابه من الأمراض المزمنة. وكذلك كانت تستهدف في ذات الوقت الكادر الصحي العامل في مختلف المؤسسات الصحية الحكومية. فيما بعد طبعا تدرجت هذه إلى الفئة الأخرى، والذين هم سنهم يتجاوز 60 عاما وأيضا يعانوا من بعض الأمراض المزمنة. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة تستهدف الجسم، جزء من الجسم التعليمي، الجسم التربوي اللي هو طلبة الدبلوم العام وشريحة الأساتذة المشرفين على أعمال الدبلوم العام، على أعمال الاختبارات في الدبلوم العام. وكان هذا بدأنا به من الأسبوع السابق، والآن نستكمل الأسبوع الثاني في هذه يعني لتطعيم هذه الفئة. وأيضا الآن أيضا في هذه المرحلة أضيفت كل الفئات التي أو الشريحة التي قد أخذت جرعة سابقة من مختلف أنواع التحصينات. طبعا معروف أنه عندنا التحصين بدرجة أساسية المنتشر هو تحصين فايزر وإسترازينيكا. طبعا كل الذين أخذوا الجرعة الأولى الآن هم في يعني في مجال إعطائهم الجرعة الثانية. دكتور، في سؤال مهم جدا، ما هي الأسباب التي جعلت من وزارة الصحة أن تجعل هناك مراحل لعملية اللقاح؟ لماذا لا يكون اللقاح مرة واحدة للجميع؟ جميل جدا هذا السؤال، لأنه هناك كثير من الناس تتساءل لماذا لا نعطى الآن اللقاح. طبعا هذه مسألة أولا يخضع لعاملين أساسيين. العامل الأول أنه مدى توفر هذا اللقاحات. نحن كلنا نعرف متابعين دوليا بأنه توفر اللقاحات طبعا مسألة أيضا فيها الكثير من الصعوبة، طبعا بالنظر لشحة الإنتاج أو لقلة الإنتاج
والطلب المتزايد عليه في كل أنحاء العالم وفي نفس الوقت أيضا. فنحن طبعا من خلال علاقاتنا ومن خلال علاقاتنا بالمنظمات الأخرى التي كنا من ضمنها بالفعل في اتحاد اللقاحات استطعنا بالفعل أن نحصل على كميات ليست طبعا بالقدر الذي يعني يتيح لنا مثل بقية الدول الذي يتيح لنا بالفعل أنه نحن نعطي اللقاحات كلها مرة واحدة. لذلك حصلنا على كميات متتابعة وفقا للجدول المعين، وعلى هذا الأساس طبعا نحن يعني قسمنا المجتمع إلى فئات. هذه الفئات كان العامل الأساسي فيها أو المعيار الأساسي هو الفئة الأكثر خطورة. الفئة الأكثر الخطورة نعطيها لها الأولوية، ثم تليها الفئة الأخرى وهكذا. طبعا بدأنا بفئات المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، وبدأنا بالكادر الصحي والكادر التمريضي الطبي والطبية المساعدة باعتبارهم أيضا من الناس الذين كما يقال هم في الخطوط الأمامية ومتعرضين أكثر من غيرهم للعدوى. وفيما بعد انتقلنا إلى الفئات الأخرى الأقل عرضة، وهكذا الآن نحن نمشي بهذا الاتجاه. الآن طبعا نحن يعني في مجال توسيع هذه الفئات كما يعني ترون الآن مثلا الفئة القادمة هي عندنا كل الفئات التي ستقدم الخدمات التي المقدمة للخدمات الأساسية في الدولة في المؤسسات العسكرية والمدنية بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع العسكري والقطاع الأمني. طبعا هذه فئات واسعة جدا بالتأكيد، وقبلها استهدفنا قطاع واسع من الجانب التعليمي اللي هم طلبة الدبلوم العام والكادر المشرف، وهؤلاء بالآلاف طبعا كما هو معروف يعني بعشرات الآلاف. فالآن نحن في مجال طبعا التوسع في الفئات لسنا كالسابق، لأنه طبعا هذا أيضا خاضع للكميات التي استطعنا أن نحصل عليها خلال هذه الفترات الراهنة. وأيضا هناك طبعا في يعني في منظور بالفعل نحن سوف نحصل على كميات أكبر خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. دكتور، ماذا عن المراكز التي وضعت لعملية تحصيل؟ طبعا كانت واحدة من المسائل المهمة هو تغطية يعني كل الأرجاء المحافظة بهذه الخدمة، بحيث أن تكون هذه الخدمة ميسرة ويمكن أن تقدم لمستحقيها بالفعل في ذلك الوقت في مواقع سكنهم وبالقريب منهم. فعلى هذا الأساس طبعا كان عندنا في ولاية صلالة عندنا خمسة مراكز. المركز الذي نحن فيه الآن اللي هو مركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه، المركز الشبابي وهو المركز الرئيسي، يستقبل المركز الرئيسي ذو سعة ورحابة كما ترون الآن بالضبط. ويعني ساعدنا كثيرا على مسألة يعني تنظيم العمل، والعمل الحمد لله منظم بشكل جيد، بالإضافة إلى أربع مواقع أخرى رئيسية تغطي ولاية صلالة من شرقها إلى غربها. هي عبارة عن أربع مدارس كبيرة طبعا مخصصة للذكور والإناث، ثنتين للإناث وثنتين للذكور. وهذه أيضا استقبلت طبعا في المرحلة الماضية طلبة وطالبات الدبلوم العام والكادر التدريسي أو الكادر المشرف من التربية على الاختبارات الدبلوم العام. فالحمد لله مشيت الأمور بسلاسة. 39 مركز، 39 عدد كبير ما شاء الله بمجموعها 39 مركز. وأيضا حتى المراكز حتى الأماكن الطرفية التي لا تعتبر الآن كمراكز ثابتة بالإمكان أيضا عندما تتواجد عندنا فئات مستهدفة في هذه المناطق أن تتحرك، يعني أن تدبر الأمر يا إما عن طريق الهيئات الصحية الموجودة في تلك المناطق أو عن طريق فرق متحركة. يعني ليست عندنا أي إشكالية في تغطية أي نقطة يتواجد بها أي يعني مواطن مستحق لهذا اللقاح. جميل جدا. ماذا عن تعاطي المجتمع للإقبال لحملة التحصين ضد فيروس كورونا، وماذا عن تجاوب إقبال المجتمع لهذه الحملة؟ نحن كلنا نعرف ومواكبين هذه المسألة منذ بدايتها، ليس على مستوى فقط الوطن العماني، على مستوى كل الوطن، على المستوى الإقليمي والعالم، أنه أثيرت كثير طبعا من يعني أثيرت كثير من الرؤى وكثير من وكثير حتى نقول يمكن نقول من الإشاعات التي لا تستند إلى دليل علمي حول هذه اللقاحات، حول مدى مأمونية هذه اللقاحات وحول فعالية هذه اللقاحات وحول الفترة الزمنية التي أنجزت فيها هذه اللقاحات. طبعا كانت يعني مجموعة من هذه الرؤى هي بالفعل تحاول أن تستنقص إما من فعالية هذه اللقاحات أو من مأمونيتها، لكن كما هو معروف عالميا أثبتت بالفعل كل التجارب التي أجريت وكل البحوث التي أجريت التي أجراها الآلاف من العلماء المختصين والتي أجريت في مراكز علمية متقدمة ومعروفة لنا جميعا ومن المنظمات الدولية اسم المعتبرة. طبعا أجيزت مجموعة من اللقاحات الآن يمكن خمسة أو أكثر أو ستة لقاحات أو هي
في الطريق بعضها. وكل هذه اللقاحات في أغلبها طبعا أو في يعني في مجملها هي لقاحات ذات مامونية ومضمونية عالية. نحن اخترنا منذ البداية اللقاحات التي كانت منذ البداية هي أكثر مامونية وهي أكثر في حينها طبعا، والتي هي أكثر بالفعل يعني شو اسمه فعالية وأكثر انتشارا في ذاك الوقت. واقتصرنا إلى حد كبير على فايزر وعلى إكسترازينيكا طبعا إلى الآن، وهذه الآن متاحة يمكن إن شاء الله لكل الفئات يعني. وهذين الطعمين هم متساويين في الفعالية ومتساويين إلى حد كبير أيضا في المامونية. وإذا نتحدث طبعا عن مسألة الإقبال صحيح يعني لا نكرم أنه كان يعني في البداية يعني شاب المسألة عملية تطعيم نوع من الحذر عند بعض الفئات، لكن نستطيع أن نقول أنه بمرور الوقت وأيضا بالتوضيح أكثر يعني اتضاح الحقائق العلمية والأهمية القصوى بالفعل لمسألة أخذ التحصينات سواء لحاضر الشخص أو لمستقبل وحتى طبعا. وما انتشرت ايضا من يعني من يعني من وسائل التثقيف ووسائل النشر المعلومه الصحيحه وحث المواطنين على يعني استسقاء المعلومه الصحيحه من مصادرها الحقيقيه، طبعا شهدنا يعني نمو يعني مضطرد فيما يتعلق بالإقبال، ونحن متفائلين في هذا الجانب، متفائلين بأننا سنغطي إن شاء الله في خلال الأشهر القادمة أكبر شريحة ممكنة أو أكبر نطاق ممكن من المواطنين المستهدفين. ذكرت سؤال نقطة مهمة، ذكرت دكتور بأن اعتماد وزارة الصحة على الفايزر واسترازينيكا إكسفورد هو الاعتماد الأمثل في الوقت ذاته، ولكن لربما في القادم تكون هناك لقاحات أخرى معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. هذه وأيضا موجودة، لقاحات معتمدة الآن من منظمة الصحة العالمية، ونحن أيضا يعني قد تكون هناك في إمكانية إذا ما رأى المختصون بالفعل بأنه في ضرورة لاستجلابها لتغطية عجز معين. هذه مسألة قائمة يعني ليست يعني لا يوجد هناك مانع، بس نحن وزارة الصحة كما هو مشاع حجزت كميات كبيرة جدا من يعني من فايزر وإسترازينيكا، ونحن نعتقد الكميات التي حجزت ستغطي الفئة المستهدفة أو العدد المستهدف تغطيته يعني من المواطنين العمانيين والمقيمين. فيما لو حصل نقص حتى طبعا تكون هنا في الإمكانية يا إما الاستزادة من نفس اللقاحين هذون أو من أي لقاحات أخرى، لأن كل اللقاحات المعتمدة دوليا نحن طبعا يعني نعتبرها أيضا معتمدة، لكن بالتأكيد الخيار ما راح نختار كل اللقاحات، هذه مسألة واضحة سنختار. ونحن قد وقع اختيارنا، وأيضا بعض الناس يلومون أنكم تأخرتوا في مسألة استجلاب اللقاح، نحن أيضا حاولنا بالفعل أن ننتقي كما يقال، وكما هذه المسألة واضحة أن ننتقي بالفعل أفضل اللقاحات في حينه، أفضلها مامونية وأفضلها فيما يتعلق من حيث الفعالية، وكما أثبتت حتى الآن يعني عالميا أن اختيارنا كان في مكانه يعني. وإن شاء الله ما راح يحصل أي نقص لا في هذه اللقاحين ولا في أي لقاحات أخرى قد تستدعيها الضرورة. لاحظ دكتور في هذا المجمع آلية العمل بانسيابية تامة مع الإجراءات الاحترازية اللازمة الضرورية حاضرة. طبعا هذه يعني المسألة التي عملنا عليها منذ البداية، نحن عملنا منذ بداية انطلاق التحصين طبعا كانت في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة سابقا لما كانت مقتصرة على فئات محدودة، هي فئات المسنين ذوي الأمراض المزمنة وغيره والكادر الصحي. فكنا طبعا هذه كانت فقط في مراكزنا الصحية التي سيما في المستشفيات المحلية أو في المستشفى المرجعي أو في المراكز الصحية، لكن عندما توسعت الآن الفئات هذا دليل على أنه نحن الآن بالفعل بنتوسع في مختلف الشرائح المجتمع. لذلك الآن أصبح عندنا خارج المؤسسات السابقة 39 مركز. طبعاً ونحن يهمنا أيضاً أنه في كل مركز تكون بالفعل الإنسيابية ويكون فيه العمل المنظم بحيث أنه نستطيع بالفعل أنه نحن نؤدي عملنا. المسألة ليست فقط إعطاء الإبرة، الفعل هي بالفعل في التدقيق في الناس المستحقين وأيضاً في مراقبتهم صحياً والتأكد من سلامتهم بالفعل بأنهم يعني سليمين لأخذ اللقاح في حين وفيما بعد مراقبتهم لفترة زمنية معينة حتى نتأكد من سلامتهم بعد أخذ اللقاح. والحمد لله الأمور كما تراها. شكراً دكتور على هذه المعلومات القيمة، وسعيدين أيضا بتواجدك معنا. شكرا لكم على هذه الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مهمتكم هذه التي ربما قد تمتد لأشهر يعني. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. إذن متابعين هكذا كان معي الدكتور سالم بن سعيد هباش الكثيري مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض للحديث حول الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 على مستوى محافظ ظفار. ولا نعود مرة أخرى للأستوديو حوراء، لك الكلمة تفضلي. نعم شكرا لك زميل حسين جعبو، بالفعل يعني شكرا لكل الطواقم الطبية من أطباء ممرضين
فنيين إداريين وتقنيين وحتى الفرق التطوعية والكشفية والأمنية، وكل فرد يعمل أيضا في هذه الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. إذا مشاهدينا نستمر في قهوة الصباح، ننتقل بكم الآن إلى فاصل وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.